أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج ملفات. يعد قطاع الزراعة في مصر من أهم القطاعات، كونه المصدر الأساسي لتوفير الغذاء في البلاد، كما أن منتجاتها تدخل في العديد من الصناعات الكبرى كصناعة القطن وقصب السكر وغيرها من الصناعات، كما يعتبر أيضا مصدر ماليا للعديد من المشروعات الأخرى، إضافة إلى قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين، مما يقلل من البطالة. ومن هذا المنطلق جاء اهتمام الدولة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام من خلال الدخول في مجال الزراعة الذكية والدقيقة، والتي تعتمد على استخدام التقنية الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الذي أصبح سمة العصر، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع. وللحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل، يسعدنا أن نستضيف معنا الليلة داخل الاستوديو الدكتور عبد العزيز بلال، وهو رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عبد العزيز، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا سعيد النهاردة أن أنا موجود يعني في حاجة يعني كنت أتمناها من زمان أن الدولة تخطوها، لأن الزراعة الدقيقة دي كانت بدأت من سنة 94. وأنا يعتبر بفضل الله تعالى طبعا أن أنا واخد فيها أول واحد واخد دكتوراه في الزراعة الدقيقة سنة 2006، حصل عليها من ألمانيا. وأنا سعيد أن الدولة متجهة اتجاهين، يعني لأن قطاع الزراعة من أهم القطاعات زي حضرتك ما قلت، لابد ان هو الدوله دلوقتي واخده اتجاهين، يا اما التنميه الافقيه والتنميه الراسيه. فاذا دلوقتي يعني قصد حضرتك تقول ان هناك اهتمام من الدوله في هذا المجال. طبعا انا هتعرف على حضرتك من حضرتك على هذا المجال بالتفصيل الدقيق، ولكن مشاهدينا الكرام نتابع تقرير الزميل محمود عمر ونرجع مع حضراتكم نبدا هذه الحلقه من برنامج ملف. الزراعة الذكية نظام يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مستدامة ونظيفة مع الترشيد لاستخدام الموارد الطبيعية. التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة الذكية تأتي لمواكبة الزيادة المطردة في عدد السكان، لذا تجب زيادة الإنتاج من الغذاء مع الحفاظ على البيئة. وهنا تلعب التقنيات الحديثة دورا حاسما في المساعدة لتلبية الاحتياجات الغذائية من خلال استخدام أنظمة إدارية متقدمة وتحليل البيانات وتكنولوجيا التحكم من بعد، إضافة إلى استخدام التقنيات الصناعية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت وأجهزة الاستشعار من بعد التي تساعد على اتخاذ القرارات الأفضل لتحسين الإنتاج ورصد الآفات الزراعية لتحديد كمية المبيدات المطلوبة بدقة تجنبا للاستخدام المفرط في استعمالها، بالإضافة إلى ترشيد مياه الري. لذلك فإن تبني سياسات الزراعة الذكية ستعمل بلا شك على إيجاد حلول مستدامة لمستقبل القطاع الزراعي. مرة أخرى مشاهدين الكرام نرحب بحضراتكم ونبدأ حلقة اليوم من برنامج ملفات مع الدكتور عبد العزيز بلال. دكتور عبد العزيز، برحب بك مرة أخرى. وطبعا زي ما تابعنا من التقرير ومن خلال المقدمة للبرنامج، السؤال اللي بيطرح نفسه: ما المقصود بالزراعة الذكية؟ الزراعة الذكية أو البريسيشن أجريكالشر أو السمارت أجريكالشر هما الاثنين يعني معنى واحد، هي لها كذا تعريف، ولكن أنا شخصيا بميل لتعريف اللي هو إن أنا الإضافة المحددة في الوقت المحدد وبالكمية المحددة. يعني إن أنا مثلا في متغيرات في الحقل، في منطقة مثلا ممكن تلاقيها محتوى النيتروجين مثلا فيها عالي، وفي منطقة تلاقي محتوى النيتروجين متوسط، وفي منطقة لو. فاذا احنا دلوقتي في السيستم اللي او بيسموها في الطرق التقليديه، انا بحط النيتروجين او السماد او الميه كلها بشكل واحد. نعم. ولكن في الزراعه الدقيقه انا ده مش محتاج ميه. انا عندي مثلا لو شفنا مثلا الارض هنا مثلا ارض طينيه،
ولكن داخل نفس البيفوت او السبرينكلر سيستم المنطقه الزراعيه بتلاقي مثلا منطقه رمليه تمام. فبالتالي الارض الطينيه بتمسك الميه بشكل اكتر من الاراضي الطينيه. فلما اجي احط اضيف مثلا داخل الفيلد الواحد الميه، يبقى اذا نسبه الرطوبه هنا ما زالت عاليه في الاراضي الطينيه. يبقى انا دلوقتي الزراعه الدقيقه او السمارت اجريكلتشر يعني الزراعه الدقيقه هي الزراعه الذكيه، نفس المفهوم او نفس المعنى يعني مش نوعين مختلفين وبتدي نفس الكميه يعني مثلا على حسب الاحتياج بالظبط. يعني اللي هتاخده المنطقه الطينيه غير اللي هتاخده الرميه غير الصخريه غير اللي مرتفعه فيها نسبه الملوحه، ده بناء على نسبه الرطوبه اللي موجوده. اما الطرق التقليديه معلش يعني هو بيشغل مثلا سواء في الشركات الخاصه او في الوادي والدلتا، انا بروي خلاص يعني مثلا بروي بدي مثلا 12 ساعه البيفوت شغال يبقى بياخد 12 ساعه. ولكن في الزراعه الذكيه لا، انا بدي لكل مكان على احتياجه. في التسميد نفس القصة، لو في مثلا نسبة النيتروجين عالي في منطقة ومنخفض في منطقة ومتوسط في منطقة، يبقى بدي أنا يعني ودي عبارة عن برامج أو سنسورز موجودة في الآلة اللي بتستخدم في عملية التسميد، أنا بتحكم في كده. لو النيتروجين عالي ادي خلاص ده مش محتاج، الجزئية دي مثلا مش محتاج. لو منخفض لا، المنطقة دي مثلا منطقة حرجة لازم تديها نيتروجين أعلى. متوسط أنا بديها لحد ما أوصل للأوبتيموم لاحتياج النبات. وبالتالي يبقى إذا احنا هنيجي لفوائد الزراعة الدقيقة، إن أنا بكده بقلل من الاستخدام المبيدات والتسميد اللي بيسموها الأجروكيميكالز اللي أنا بضيفها، أنا بقلل من استخدامها لأن أنا بدل كل واحد على قد احتياجه بالظبط داخل الحقل. وآخر بلاقي النباتات كلها نفس الليفل نفس المستوى، مفيش مثلا نبات عالي ونبات متوسط نبات كذا أو نبات بيدي إنتاج أعلى نبات، بتلاقي كله الآخر. أنا دلوقتي بقلل استخدام الكيماويات أو مياه الري، بزود من عملية الإنتاج، بقلل من التكاليف. انا لما ادي لكل منطقه على حسب احتياجها خلاص، يبقى انا دلوقتي بقلل من تكاليف اللي انا في عمليه المدخلات، التكاليف في عمليه الانتاج لما انا وبالتالي فان الزراعه الدقيقه من وظيفتها ان هي بتزود للانتاج، وده اللي احنا بنسعى ليه. يعني مع الزياده السكانيه الرهيبه اللي احنا شايفينها، ازاي ان انا ازود من قدره الامن الغذائي المصري عن طريق ان انا بطبق التكنولوجيا الحديثه، وياريت يكون تطبيقها يعني في الأراضي الجديدة أو المستصلحة حديثا. وخصوصا إن احنا عندنا دلوقتي برضو فيه مشكلة في المي أو فيه ندرة في المياه، يبقى إذن أنا عندي لابد أن يكون لي حل إزاي أنا أدي للنبات احتياجه دون الإسراف في المي، وإن أنا في الآخر هحصل على إنتاجية عالية ومش هيحدث إهدار لهذه المي. وبالتالي بيسموها أنا هوصل لعملية السستينابيليتي أو الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية الموجودة عندي، وإن أنا أسد الفجوة الغذائية اللي بيقابلها النمو السكاني الرهيب. طب وتاريخها ايه يا فندم الزراعه الذكيه؟ يعني منذ متى بدا التفكير اساسا فيها؟ وهل يعني احنا اتجهنا لهذا بعد سنوات طويله من وجودها بالفعل واستخدامها وتجربتها في دول عديده؟ تمام. الزراعه الدقيقه بدات من التسعينات في الدول المتقدمه، وبدا ان هم يستخدموا فيها تقنيات الاستشارة عن بعد والنظم المعلومات الجغرافيه والجي بي اس والسنسورات. احنا طبعا انا يمكن انا خدت فيها دكتوراه، انا كنت او سافرت المانيا سنه 2002 وبدات ادرس في الدكتوراه. احنا للاسف ان احنا بدانا برضو فيها مؤخرا، ولكن يعني من سنتين بدانا نتكلم عن الزراعه الدقيقه. يعني انا بعد ما رجعت من المانيا كانت الناس تقول لك لا ده دي محتاجه مساحات كبيره، ده الالات كبيره. الناس بتعمل ايه؟ انا المفروض ان انا بعمل هندسه عكسيه، ان انا بطور. ولكن الدوله برضو في ظل السنين الأخيرة، سنوات الاثنين الأخرى أو الثلاث سنين الأخرى، بدأت تتجه للزراعة الدقيقة أو السمارت أغريكالشر لأنه ليس لها بديل. وخصوصا لو احنا شفنا دلوقتي أنا في الكورونا، طب أنا دلوقتي عاوز أروي، يبقى إذن أنا هناك في حاجة اسمها الموبايل أبليكيشن، إن أنا أفتح السيستم بتاع الري واقفله عن طريق رساله بتجيلي، وان انا حاطط سنسورات في الارض بتعمل ديتكت او تتبع لرطوبه الارض. هل النبات النهارده ان انا اروي بيديلي رساله على الموبايل او رساله على الايميل، ومن خلالها انا ببرمج السيستم بتاع الري افتح روي او ما ترويش.
وبالتالي برضه الحاجات دي يا دكتور ما شاء الله يعني دي موجوده. وبعدين احنا يعني انا هتطرق في الحديث ان يعني هي يعني اللي احنا نعرفه ان هي في تايمر او يعني ميقات ان هو ممكن تظبط زي المنبه اللي مثلا تريه كل 12 ساعه كل 8 ساعات، لكن ان هي تستشعر درجه رطوبه الارض دي اعتقد حاجه يعني متقدمه جدا. نعم ان انت ده ملوش علاقه بالاستشعار بقى. لا الاستشعار ما حضرتك انت بتحط سنسور بيعمل يتتبع الرطوبة اللي موجودة في الأرض، وبناء على مستوى الرطوبة بيبدأ يقول له والله خلاص أنا دلوقتي المستوى الرطوبة أنا وصلت للمستوى الساعة الحقلية أو أزيد سنة من المستوى الساعة الحقلية، وقف السيستم، يبعت لك رسالة على الموبايل برضه. فأنت بتقول إيه؟ خلاص أنا هوقف السيستم. وفندم هو بيعتمد على لازم عدد معين من هذه يعني طبعاً المؤشرات أو الحساسات بالظبط. أنا مثلا يعني كل مثلا يعني مثلا لو أرض مثلا 100 فدان أو 200 فدان بيبقى ليها عدد معين بالزبط. وعلى حسب برضه طبيعة تربتها ولا على حسب لازم طبيعة التربة. يعني مثلا ممكن أرض 100 فدان بتلاقي مثلا في حتة منها مثلا شوية صخرية وشوية طينية، ممكن يعني زي ما حضرتك ذكرت ان مثلا حاجه فيها نسبه الملوحه مرتفعه مثلا في اخر الارض مثلا. نعم. في يعني هل ده برضو انا حضرتك قبل ما انا اعمل السيستم بتاعي بعمل قاعده بيانات كامله للمزرعه المطلوب منها ان انا بحطها على السيستم على الداتابيس في نظم المعلومات الجغرافيه، والخرائط بتاعتي بتكون مصححه جغرافيا، لان انا دلوقتي عاوز اغذي السيستم بتاعي ان المنطقه دي ازاي السيستم هيفهم ان المنطقه دي هي اللي فيها نسبه رطوبه عاليه، والمنطقه دي لا اديها لي نسبه رطوبه ازيد من دي او نسبه الري هنا اعلى من دي، الا اذا كانت مصححه جغرافيه باللونج واللات بالظبط والاكيروسي. يعني احنا مثلا في البريسيشن عندنا مثلا الجي بي اس العادي الاكيروسي بتاعته بتتراوح مثلا من متر ل 3 متر ل 4 متر لخمسة متر، ده الحديث، كانت قبل كده ممكن توصل 20 متر الاكيورسي بتاعته، ولكن احنا بنشتغل بحاجه اسمها ديفرنشال جي بي اس، الاكيورسي بتاعته لسه مثلا 20 سنتيمتر 20 سنتي، يعني في المكان بالظبط انا بنزل المطلوب سواء من السمان يعني أو نسبه الخطا فيه ما فيش 20 سنتي او بالزبط. حاجه ويمكن طبعا ما يبقاش موجود يعني ويمكن ما يكونش موجود يعني تمام. لان فده احنا بنستخدمه، فلازم انا اعمل قاعده بيانات كامله عن نوع التربه، لان نوع التربه ده مهم ومحتوى العناصر اللي موجوده فيه عشان اعمل مانجمنت كامل من اول الموسم لاخر الموسم. وبعدين بعد كده السنه اللي بعدها ان انا برضو يبقى عندي بيسموه هيستوري او تاريخ للمزرعه بتاعتي، ان انا انهض اعمل اشوف مثلا والله طب مستوى النيتروجين كام، انا عاوز اربط مستوى النيتروجين في التربه اربطه مثلا بعمليه الانتاج، يعني مثلا لكل محصول معروف وزاره الزراعه بتطلع ليه احتياجات سماديه. طيب انا دلوقتي عاوز احصل على 20 طن للفدان قمح، طب هو مطلع مثلا 50 وحده 40 وحده للفدان، طب انا دلوقتي هل ال 40 وحده دي ايه اللي موجود منها في الفيلد في الارض لازم اكون عارفه عشان ما يعملش عمليه اهدار، وايه المتطلب اللي انا لازم اضيفه من الاسمده، وبالتالي ان انا بضيف هذا الكلام عن طريق ان انا بعمل خرائط للعناصر المغذيه وبغذي فيها. يعني للأسف أنا كان فيه معرض صحارى كنت أنا بروح دايما على المعدات، طب هل أنتوا نزلت المعدة بتنزل بالسنسور بتاعتها لأن ده سيستم بيركب على المعدات سيستم متكامل بينزل يعني مش أي حاجة أنا عايز أجيبها. لا أنا كنت لسه يمكن السؤال اللي هسأله حضرتك عليه اللي هو أهم التقنيات اللي بتستخدم في الزراعة الذكية، وهل في معدات أو في ماكينات زي اللي احنا متعودين عليها، ولكن نتابع هذا التقرير ونستكمل حوارنا مع الدكتور عبد العزيز بلال. الدخول في مجال الزراعة الذكية المعتمد استخدام التقنيات الحديثة أصبح سمة العصر، وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة الزراعية للمحاصيل ابتداء من تجهيز الأرض وحتى الحصاد. الحمد لله كان وزارة الزراعة متمثلة في مركز بحوث زراعية من أوائل الدول في العالم اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي في الزراعة، فهنلاقي إن إحنا عندنا بدأنا في التسعينات كان تم إنشاء معمل النظم الخبيرة، وعن طريقه تم بناء مجموعة نظم خبيرة كتير، هي بتساعد الفكرة فيها إيه؟ إن أنا باخد الخبرة من الخبير الزراعي أحطها في برنامج بحيث إن يجي المزارع أو يجي المهندس الزراعي إن هو عنده عايز هزرع إيه؟ هزرع ايه الاول، فبناء على العوامل البيئيه بتاعته بدخلها البرنامج اقدر احدد اذا كان هو
الصنف اللي يناسب الارض بتاعته بحيث يحقق انتاجيه عاليه، وفي نفس الوقت لو عنده في المنطقه دي في امراض دي بيبقى مقاوم ليها، بديله جدول ري، بديله جدول تسميد، لو عنده مشكله حصلت، عنده افه ظهرت او مرض ظهر، ان هو بيدخل الاعراض اللي بيشوفها على النبات في البرنامج بتاعي، فالبرنامج بتاعي بيديله يقول له ان انا متوقع عندك المرض الفلاني وهتعالجه ازاي. بالعلم الحديث تتم عملية مراقبة المحاصيل والتعرف على الآفات ونوعيتها وتحديد الكميات والتوقيتات المناسبة لاستخدام الأسمدة والمبيدات ومواعيد الري. أنا بعمل مراقبة للمزرعة بتاعتي، متوقع ان في آفة تحصل، فبديله زي انذار مبكر. يعني هتكلم في ايه؟ ان احنا مثلا عندنا في نماذج بتقدر تتوقع لي ايه المناخ اللي هيحصل معايا بعد كده، مع معلومات انا اخدها من الخبراء الزراعيين، بيقول لي لا انت عندك ان هنا دلوقتي انت متوقع مثلا ان في رطوبه هتحصل، فبناء على كده في متوقع ان في افه معينه هتظهر، فبيدي للمزارع ارشادات، لا خد بالك ان انت عندك مرض معين ازاي هتقدر تقاومه. التحول الرقمي للقطاع الزراعي سيوفر المعلومات الدقيقه للقائمين على اداره المزارع، بما يحقق اعلى كفاءه ويسهم في رفع الانتاجيه وتحسين جوده المحاصيل. مرة أخرى مشاهدينا نتابع حوارنا من خلال برنامج ملفات مع ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور عبد العزيز، حضرتك كنت قبل التقرير بتتكلم عن الآلات أو التقنيات المستخدمة في الزراعة الدقيقة وفي المساحات المزروعة أو المطلوب زراعتها بهذا النوع الجديد او المستحدث من الزراعه. احنا ممكن نقول ان التقنيات اللي بتشتغل فيها السمارت اجريكلتشر، يعني بنبدا بالاستشاره عن بعد، بعد كده نظم المعلومات الجغرافيه. الاستشاره عن بعد يعني انا سواء ان انا كنت استخدم صور جويه، صور اقمار صناعيه او صور جويه، وممكن استخدم دلوقتي اللي هي الدرونز او اللي هي الطيارات المسيره. الطيارات ممكن برضو بس العالم كله بيستخدمها، دي موجوده. ده بالنسبه للاستشاره عن بعد. او ان انا برضو في اجهزه بيسموها البورتابل او المحموله، ان انا باخدها بقيس بيها في الفيلد، ان هي بعمل بها ديتكت لحاله النبات. ده بالنسبه للاستشاره عن بعد. ليه؟ لان هو انا زي ما قلنا الاستشاره عن بعد ان انا باخد بصمه عن الهدف اللي موجود بناء على الانعكاس اللي طالع من النبات. ببدا ان انا اعرف ان النبات ده هيلسي او نون هيلسي، يعني النبات صحي او مش صحي، النبات محتواه النيتروجين كام وقليل، او حتى السنسورات اللي هنتكلم عليها بعد كده. تاني حاجة اللي هو نظم المعلومات الجغرافية، أنا لازم يكون عندي قاعدة بيانات كاملة للمزرعة. يعني إحنا عندنا مشكلتنا، أنا أعتقد مشكلتنا إن أنت عاوز تبني قرار، تاخد قرار. القرار يكون مبني إن يكون عندك داتا. لذلك أنت دلوقتي تشوف مثلا وزارة الزراعة أو معظم الوزارات، وزارة التخطيط، بيتكلموا عن اللي هو التحول الرقمي. ان انا يكون عندي قاعده بيانات للمصادر او المعلومات اللي موجوده. وزاره الزراعه مثلا بتشتغل في الزراعه، يبقى عندها قاعده بيانات على الانتاج، مثلا مساحه المحصول القمح اديت ومزروع فين وكميه الانتاج، التنبؤ بالكميه الانتاج اديت، عشان انا مثلا عاوز استورد اديت. يبقى اذا نظم المعلومات الجغرافيه مهم جدا. وبعدين انا عاوز استخدمه السنه دي، طب السنه الجايه انا عاوز ابني معلومات، ازود معلومات. ليه؟ لان الاركايف انت احيانا ممكن ما تلاقيش الداتا الورقيه موجوده، ولكن دي في لحظه متخذ القرار ممكن يقول لك انا عاوز بيانات عن محصول كذا، انا هخش على الكمبيوتر واعمل جوجل مثلا عن محصول القمح، عن محصول القط، واتيفر المساحات اللي موجوده من الداتا بيز، من قاعده البيانات، والله كذا كذا كذا. طب هذا النظام يا فندم بيطبق في الزراعه اللي موجوده عامه حتى لو ما استخدمناش زراعه ذكيه؟ نعم، احنا يعني مثلا عندنا الزملاء اللي هم مش شغالين مثلا في شغالين في الاستشاره عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه، وبيستخدموه، بيعملوا قاعده بيانات برضه للشغل بتاعهم، بيستخدموا الجي اي اس وريموت سنسنج والجي بي اس. لكن يا فندم بالنسبه للمساحات المنزرعه العاديه دلوقتي، تمام، يعني اكيد برضه بيبقى محصور مزروع ايه ولا، تمام، والكميات ولا، ده بيبقى احسن ومعلوماته طبعا. دي حته انت ممكن تستخدم الاستشاره عن بعد عشان تعمل
حصر للمحاصيل والتراكيب المحصوليه. طب افهم يعني استكمالا لكلام سيادتك عن خلينا عشان اكمل التقنيات بتاعت اتفضل اتفضل. بعد كده يجي جي بي اس اللي هو احنا قلنا الديفرنشال جي بي اس مهم جدا. انا مشان هتشتغل سمارت اجريكلتشر وانا ما عنديش معلومه عن الموقع بتاعي فين العالي وفين الواطي، ده لازم يكون موجود. وهو برضو تلاقيه بعد كده بتيجي حاجه اللي هي الفاريبل ريت ابلكيشنز او اضافه المتغيرات. المتغيرات دي قد تكون اسمده، قد تكون مياه ري، قد تكون مبيدات. ودي بتبقى المعدات دي بتنزل هنا في مصر. انا كنت بتكلم قبل التقرير ان هي بتنزل هنا في مصر. انا سالت الناس ليه ما بتنزلوش السنسور. المعده بتنزل يعني مثلا معده موديل 2021 تمام. يجي هنا المستثمر او اللي هيشتري المعده يقول له لا انا مش عاوز السنسور، نتيجه برضو احنا عاوزين الخبره. يقول لك لا انا ما انا معتمد ان انا بشتغل على الطريقه العاديه، احط مثلا انا هحط مثلا كيلو نيتروجين للفدان يبقى الكل زي بعضه. اما انا الناس بره المعده بتكون الحديثه، المعدات الحديثه بتوافق مع السنسورات اللي تركب معاها. يعني اللي متوافقه مع بتاخد بياناتها من السنسورات اللي متركبه في الارض بناء على المعلومات والداتا اللي حضرتك يعني محملها عليها. سنسور لو احنا شفنا الرش مثلا، يعني زي مثلا في اول تقرير الرش ماشي شغال، فيه سنسور جنب النوزل بتاعه الرش وهو ماشي. تخيل حضرتك بيعمل ديتكت او تنبؤ، مثلا انا عاوز ارش مثلا للمناطق المصابه وغير المصابه، بيقول لك المنطقه دي مصابه ودي غير مصابه. يا اما في حاجه تانية احنا بنعمل ايه، ممكن انزل الحقل بتاعي واقول والله دي المنطقه دي مصابه ودي غير مصابه بالاستعانه بالاستشاره عن بعد، واعمل خريطه واركبها على الجرار واحطها على الجرار. لان هتلاقي مثلا في النظام الجديد في كمبيوتر موجود وانا بيبقى في يو اس بي كده بركبه واحط الداتا عليه. ولذلك انا قلت لحضرتك في البدايه لازم تكون فيه ان انا بعمل قاعده بيانات وتكون المعلومات مصححه جغرافيا، وببدا انا عمليه الايه التسميد وعمليه الرش وحتى البذور. يعني انا ممكن اقول له حط لي كام بذره في الجوره، انا اللي بتحكم عن طريق الاستشاره عن بعد. اخر حاجه الهارفستر او الحصاده، الحصادة بيبقى السنسورات دي راكبة على الجرار برضو وبتديني وزن المحصول جاف تماما. يعني دلوقتي البطاطس لها سيستم، المحاصيل الحقلية لها سيستم، الذرة والقمح، فكلها ده موجودة وكله عن طريق الشعر عن بعد. وفي الآخر كل متر بيديك كل متر جاب محصول قديت، عشان حضرتك لما تطلع خريطة اسمها اليلد ماب أو خريطة المحصول أعرف المناطق العالية فين والمناطق الواطية فين. طب المناطق اللي كانت عندي عاليه والواطيه اروح اخد منها عينات تربه بعد المحصول ما انا حصدت، عشان الموسم القادم المحصول اللي جاي بعد كده اقول والله المنطقه دي كانت فيها مشكله، مثلا مشكله في غدق، في مشكله نقص عناصر غذائيه، واتفر المشكله، في مشكله ملوحه، يبقى انا هعالج المشكله قبل ما ازرع. يعني دي ميزه ال يعني ده يعني كلها يعني مبنيه على الخطوات، مبنيه على بعض كلها. طيب انا معانا هاتفيا السيد الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. الدكتور علي اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. اهلا يا فندم بسيادتك والساده المشاهدين الضيفه الكريم. دكتور علي، يعني الاتجاه نحو الزراعه الذكيه في مصر، كيف ترى ذلك؟ هو سيادتك يعني اتجاه نحو الزراعة الذكية ده توجه عالمي وبصفة عامة يعني، وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة. وسيادتك شاهدت أو مطلع يعني على استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، هتلاقي فيها يعني فيها عناصر كتير جدا خاصة بالتحول نحو الزراعة الذكية، خاصة فيما يتعلق بالتكيف قطاع الزراعة مع التغيرات المناخية، أو فيما يتعلق باستخدام نظم الري الحديثة وهكذا. نعم. طيب مدى مساهمة الزراعة الذكية دكتور في الإنتاج الزراعي؟ تمام. هي سيادتك يعني الزراعة الذكية بتساهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية الفدانية، وبتؤدي أيضا إلى ترشيد استخدام الموارد الزراعية وخاصة الموارد النادرة زي موارد مياه الري، وأيضا بتساهم في تعظيم العائد من استخدام وحدة الأرض والمياه، وبتخفض الانبعاثات كمية الانبعاثات
الضارة المتعلقة بقطاع الزراعة، وبالتالي بتؤدي إلى إنتاج نظيف، ويعني يبقى عليه قدرة في الصادرات الزراعية، وبالتالي بيساهم في زيادة الصادرات الزراعية. نعم. طيب لو هنتكلم عن مصر دكتور علي، يعني هل ممكن أن تساهم الزراعة الذكية في مصر في تحقيق مثلا الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الهامة، يعني اللي بيتم استيراد منها كميات زي مثلا المحاصيل الزيتية أو القمح أو ما إلى ذلك، يعني المحاصيل الأساسية؟ تمام. هو زي ما سيادتك قلت، في الوقت الحالي احنا طبعا عاوزين يعني نرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة المحاصيل زي المحاصيل الذاتية. انا زي ما قلت لسيادتك دلوقتي ان الزراعة الذكية بتؤدي الى زيادة انتاجية الفدان، وبالتالي زيادة الانتاج الكلي، وده هينعكس على ان انا اخفض الواردات من الخارج، وخفض فاتورة الواردات من الخارج. ده في بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية. أيضا في بالنسبة للمحاصيل التصديرية، فهيؤدي أيضا إلى زيادة يعني زيادة الإنتاج، ومع زيادة الجودة بتاعته وتحسين الجودة، ده هيؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وبالتالي هيبقى يعني نقدر يعني نحد من العجز في الميزان التجاري الزراعي. نعم، شكرا جزيلا الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كان متحدثا إلى برنامج ملفات هاتفيا. نعود مشاهدينا مواصلة الحوار مع الدكتور عبد العزيز بلال، ونتحدث عن أهم مقومات الزراعة الذكية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. والله العالم يعني زي ما قلت لحضرتك إن هو اتجه للزراعة الذكية دي من التسعينات، وبدأوا ان هم بيطوروا فيها بشكل رهيب وفي الصناعة، وبيستخدموا المعدات، حتى بدأوا يعملوا كل قارة. حضرتك مثلا في قارة في امريكا الشمالية لها مؤتمر بيعقد للزراعة الدقيقة كل سنتين، في اسيا واستراليا برضو مؤتمر بيعقد كل سنتين، اوروبا كل سنتين. يعني لحسن الحظ كانت الدولة القارة الوحيدة وأمريكا الجنوبية القارة الوحيدة اللي ما كانش لها اتحطت على الخريطة، وهي كانت إفريقيا. فأنا كنت في مؤتمر آسيا للزراعة الدقيقة وأستراليا سنة 2019 شهر أكتوبر، وأنا بالمناسبة برضو أنا ممثل مصر أو الريبريزنتيتيف للبريسيشن أجريكاشر في الجمعية الدولية الأمريكية للزراعة الدقيقة. نعم. في مصر. فكنت هناك وقابلت رئيس الجمعية الأمريكية، وقلت له طب دلوقتي احنا افريقيا ليه ما نعملش برضه تبقى في قارة اسمها القارة الأفريقية لها مؤتمر؟ فقال لي ده والله احنا في معهد اسمه المعهد الدولي لتغذية النبات، ومقره موجود في المغرب. قال لك طب احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده، طب احنا ممكن ننظم مؤتمر دولي للزراعة الدقيقة. وبالتالي تم عمل مؤتمر، الاتفاق معهم كان هيعقد هذا المؤتمر في مصر، ولكن نتيجة لظروف كورونا قال لك طب خلاص احنا موجودين في المغرب، يبقى المغرب هي هوست للمؤتمر، وهنعمل 14 ساتلايت 14 لوكيشن للمؤتمر كله، يبقى شغال اونلاين في نفس التوقيت. وانا من هنا برضو بشكر معالي وزير التعليم العالي ورئيس الهيئة القومية شرع عن بعد لاحتضانهم هذا المؤتمر، وسعادة الوزير كان حريص ورئيس الهيئة على افتتاح هذا المؤتمر، وانا كنت ممثل او الكوردينيتور من مصر لهذا المؤتمر. فبالتالي اصبحت قارة افريقيا محطوطة على الخريطة، وبرضو احنا يعني احنا هنتكلم برضو دي بصورة عامة لافريقيا. برضو عملوا الجمعية الافريقية للزراعة الدقيقة. طبعا. على هامش هذا المؤتمر. فبالتالي ان الزراعة الدقيقة، وده بيرجع لاهمية الزراعة الدقيقة في التنمية المستدامة، ان انا عاوز يعني عاوز احافظ على البيئة، احافظ عليها ازاي؟ اذا كنت بستخدم مبيدات ازيد من الحد المسموح به، طب المبيدات دي ما هتعمل لي تلوث للبيئة. برضو الاسمدة نفس القصة، طب انا عاوز ازود وحدة الانتاج. فاحنا موجودين. فانا اعتقد برضو الدولة عندنا في مثلا مشروع الصوب بدأوا ان هم بيدخلوا بعض السنسورات، يعني هو مش تحكم كامل، مش هنقوله 100% تحكم كامل عن طريق السمارت اجريكالشر، ولكن هم بدأوا بيدخلوا، لان انت ممكن مثلا انا هكتفي بجزء، انا عاوز الاريجيشن بس، سمارت اريجيشن او سمارت فرترايزر، او هاخد الاثنين مع بعض، او يعني
يعني على حسب قدرتك بتبدا تشتغل. وبرده المشروع اللي هو 500,000 فدان اللي هو محور الطبعه بدات الدوله ان هي يعني لا مجال في الزراعه الذكيه او الزراعه في هذا المشروع، بس مش هيكون بالقدر، مش هنقوله 100%، ولكن حاجه كويسه جدا ان هم فعلا بداوا بيستخدموا. واحنا هنا في مصر برضه، بس اعتقد يعني يمكن لما بيبقى في اختيار ل 500,000 فدان بيبقى اكيد ليها نظم جغرافيه واستشعار عن بعد قبل ما نبتدي نتكلم عن ان احنا نزرعها ليه. على اعتقد يعني أنا مش في، اعتقد يا دكتور مش كل الاراضي بتبقى صالحه للزراعه حتى بالزبط. لو بالزراعه الذكيه ولا الزراعه الذكيه دي ممكن تيجي في اي عارف. لا هو الزراعه الذكيه انت لازم توجد لها الارض والنبات يعني، وبناء على الارض ونوعيه الارض انا بختار النبات. وحاجه كمان اساسيه يعني في سؤال يعني عايز اسال سيادتك عن اللي هو كيفيه تحديد نوع النبات بالنسبه للارض، يعني هل انا ممكن ااهل الارض ان هي تستوعب زراعه اي نبات او اي محصول، ولا الارض وطبيعتها والمكونات والاملاح المعدنيه والعناصر الغذائيه اللي موجوده فيها بالنسبه للنبات هي اللي بتحدد نوع النبات؟ احنا حضرتك بناخد مثلا قبل ما بنشتغل يعني مثلا بناخد عينات تربه ونحللها وبنبدا نقيم الارض، نقيمها الارض دي تصلح لايه مثلا وما تصلحش لايه. طيب لو انا زرعت وايه العوامل المحدده لزراعه محصول معين بحيث ان انا ممكن اتغلب عليه ده، بالاضافه برضو النوع يعني انا ممكن اطوعها لله، انا اطوعها بس بناء هل هي فعلا النقص الحد في الانتاج هيكون عالي ولا هيكون مثلا 20-30% ولا هيكون ايه. فانا بقسمها لدرجات، اقول والله ده هي درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه درجه رابعه، بعد كده الخمسه والسته دول خلاص دول طالعين من عندي من الزراعه. يبقى انا بقيم الارض عندي وبقيمها برضو بالنسبه للميه، يعني انا عندي ميه دلوقتي، طب انا عندي ميه ملح وعندي عاوز ازرع قمح مثلا ممكن ازرع قمح، طب لو عندي محصول حساس للملوح هل هينفع ازرعه؟ مش هينفع ازرعه. يبقى انا بختار المحصول بتاعي بناء على نوعيه مياه الري ونوعيه التربة وبرضو المناخ الظروف المناخيه، يعني مثلا لو محصول متحمل لدرجه الحراره ولا محصول يعني المحصول اللي ينفع مثلا في جنوب مصر مش هينفع في شمال مصر، فنتيجه لاختلاف الزون او المنطقه المناخيه الموجوده. وبناء عليه يبقى انا عندي تربه وميه ومناخ لازم اخدته في الاعتبار قبل ما ازرع. ما انا هقول مثلا انا هزرع زراعه دقيقه، الزراعه الدقيقه هي عباره عن ان هي بتنظم العمليه الزراعيه بالظبط، ده المفهوم البسيط بتاعها يعني. يعني انا بنظم وبحط الاحتياجات على حسب اللي انا بقوله، يعني هي مش من دماغ يعني معلش، يعني هو الكمبيوتر ان اوت انا اللي بحدد له ايه الان وايه الاوت اللي انت اللي هيطلع للسنسور، لان انا بعمل برمجه للحاجات دي. والزراعه الدقيقه برضو مرت بمراحل، يعني مثلا دلوقتي بندخلين فيها الانترنت اوف ثينكينج اللي هي انترنت الاشياء والاتصالات، وفيها دلوقتي مثلا الماشين ليرنينج والديب ليرنينج ان هم بيستخدموهم دلوقتي يعني في الداتا، الكميه الداتا دي كلها عشان يبقى الانتاج ان انا احصل على اعلى. انا دول يا فندم اللي مستخدمه الزراعه الدقيقه بشكل عالي نقدر نقول رقم واحد في العالم في استخدام الزراعه؟ انا اعتقد الدقيقة. اول دوله نبص اللي هي امريكا الشماليه، اول الولايات المتحده الامريكيه تحديدا، مش كندا يعني، وكندا بعدها ناتي بعد كده نشوف مثلا في اوروبا المانيا وفرنسا دولت وانجلترا دول وبعدين بلجيك دول الدول الصين يا فندم والصين برضه شغاله بتستخدمها ولا زراعتها زراعه لا لا الصين بتستخدمها ما فيها يعني كل دوله مش هتلاقي الدوله 100% بيشتغل بالبريسيشن اجريكلتشر، في جزء نقوله مثلا 50% مثلا من الولايات المتحده الامريكيه بيشتغل بالبريسيشن اجريكلتشر، وفي جزء تاني بيشتغل بالطريقه العاديه على حسب المساحه والمعدات. ميزه البريسيشن اجريكلتشر انت ممكن تجيب عندك 1000 فدان 3 4 عمال هم اللي يشتغلوا فيه، يعني انت بتوفر العماله، يعني واحد بتلاقيه مثلا في امريكا عنده 1000 هكتار مثلا بيشتغلوا مثلا هو لوحده او 2 3 معاه، لانه بيستخدم كل التقنيات موجوده. فالبريسيشن اجريكلتشر او السمارت بس مش تكلفتها بتبقى اعلى يا فندم؟ ده السؤال اللي حضرتك هتجاوبنا عليه بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، We'll be right back.
نرحب بحضراتكم مشاهدينا ونواصل حوارنا مع الدكتور عبد العزيز بلال. دكتور عبد العزيز، احنا كنا بنتكلم عن يعني هذه المساحه المنزرعه باستخدام وسائل الزراعه الحديثه او الدقيقه بتبقى في التكلفه عاليه، دي رقم واحد. ده انا عايز اسالك، التكلفه عاليه ولا هي اول من العائد؟ هي حضرتك في الاول انت لما تعمل سيستم لازم هتكون التكلفه عاليه، يعني تكلفتها في، لان انت مثلا مطالب انك مثلا هتحط سنسور، هتعمل سيستم كامل في الأول. نظم جغرافية وداتابيز وحاجات زي كده. ولكن انت بعد اول سنة او اول ما تزرع خلاص، يعني زي ما انت حضرتك مثلا انا انت اشتريت عربية اول مرة هتحس ان انت فيها مكلفة، ولكن بعد كده انت هتستخدم العربية تكلفة سيارة يعني طبعا بسيطة وبعدين هي هتعوض ده في الانتاج. التعويض الانتاج بقى بيبقى فندم كم في المية؟ يعني في يعني طبعا احنا عارفين ان يعني مثلا لو انت عندك الانتاج 80% هي ممكن ترفعه ل 90 ل 95%، يبقى انا عندي جبت 15% كل سنه لو انا انتاجي 80%. يعني مثلا يعني لو هنتكلم عن محصول مثلا زي القمح، تمام، هو المفروض كم طن؟ اعتقد 19 طن بيطلع الفدان. متوسط 19 ل 20 طن يعني. كان ده بالزراعه العاديه. بالزراعه العاديه. اللي هي السلالات المحسنه بالهندسه الوراثيه وما الى ذلك، او الانواع المستنبطه حديثا. بالظبط. طيب لكن لو استخدمت معاها الزراعه الذكيه. هو يعني هيزيد مثلا، نقول مثلا يوصل ممكن ل 25 طن للفدان. يبقى انا زودت مثلا في الفدان 5 طن مثلا. 5 طن ده كتير جدا. سوري، 5 اراديب. احنا بنقول 20 متوسط انتاج الفدان 20 اردب. نعم. يبقى 5 اردب طن كتير يعني. هو 20 اردب مثلا ممكن يزيد لحد 25. يعني لو برضه زاد بنسبه 20-25% انتاج الفدان واحد. وطبعا دي هتبقى محتاجه مساحات واسعه، لكن المساحات الضيقه ما تبقاش مجليه فيها. لا احنا دلوقتي بنوصي بيها القطاع الخاص، ان هو الشركات القطاع الخاص ان هي يعني هتعمل، انت وانا قاعد مثلا، انا ممكن اقعد زي كده مثلا في غرفه وانا ممكن اتابع العمليات الزراعيه اللي موجوده في الحقل. يعني تخيل مثلا في سيستم دلوقتي مثلا في ماشين انا ممكن اركب عليها جي بي اس واعمل له تراك، وانا شايف الجرار مثلا داخل يعمل عمليه زراعيه واديله اوردر ان هو هيعمل عمليه زراعيه النهارده ويخلصها بعد كام يوم او يخلصها مثلا بكره، واعرف هو داخل المخزن امتى او طلع مثلا من الجراج امتى. يعني من غير ما يبقى في حد بيستخدمه. لا وفي ما في جرار مثلا جرار بدون سواق. السنسور اللي متركبه فيه على حسب النظام اللي موجود. يعني ده نظام الروبوتس، يعني ان انا ممكن انزل روبوتس، ممكن روبوتس ينقل الحشائش، ممكن للتسميد، ممكن برضه لعمليه رش الموجودات. يعني هو بيتركب مثلا على الآلة دي مثلا حمولة مثلا من سماد نوع معين، نيتروجين مثلا او نترات او ما الى ذلك. بالزبط. هو من خلال السنسور في المنطقة ديت مثلا ينزل مثلا 20 جرام هنا 100 جرام. بالزبط. يعني على حسب الاحتياج بتاع التربة نفسها، بتاع التربة وكلام السنسور اللي متثبتة فيه. اللي هو السنسور ده بيحدد يعني مش بس الرطوبة، لا بيحدد كمان العناصر اللي موجودة في التربة. انت حضرتك دلوقتي مثلا لو انا عندي تسميد، انا ممكن احط مثلا لو انا هسمد عن طريق مثلا الجرار مثلا، يبقى انا عندي وسيلتين، يا اما الجرار فيه سنسور اصلا، فيه سنسور وهو ماشي بيعمل تراك. يعني انا كنت بعت حاجات ممكن نشوفها، ان هو وهو ماشي بيبدا يعمل اسكان للنبات، وعمليه الاسكان للنبات وهو ماشي يشوف محتوى العنصر في النبات قد ايه، وبناء على هذا المحتوى يبدا ان هو يدي الكميه بالظبط قد ايه للنبات. يعني بيبقى في سنسور موجود على الجرار، او ان في انا بركب على الجرار نفسه خريطه للتوزيع اللي موجود خط سيره، اللي هو بيكشف يعني بيقول له مثلا ابدا من هنا وهتنتهي هنا، الحته دي مثلا ممكن ارض فاضيه، في الحته دي ما تديهاش خالص. يعني ممكن السنسور ذات نفسه يعمل ديتكت للحته الفاضيه دي ما فيهاش نبات. طب انا هديها ميه ليه، او هديها نيتروجين ليه؟ يعني عندك مثلا منطقه مثلا نقوله في داخل البيفوت، مثلا البيفوت 150 فدان، في 10 فدان ما بتزرعوش مثلا، طرق خدمات اي شيء. ما ينفعش انت بالطريقه العاديه الجرار ماشي، هو ماشي بيفتح ويقفل، انما بالسنسور يجي عند الحته اللي هي مش مزروعه ما يديهاش في مثلا مي، ولا يديها اسمده. يبقى انا وفرت برضو يعني. طب افرض انا زرعت المحصول والمحصول ما طلعش مثلا في المنطقه،
نتيجة لمشكلة ما. فأنا في الإضافات بتاعتي برضو السنسورات بتراعي ده، إن مفيش نبات في الحتة دي يبقى أنا مش هضيف أسمدة وتعمل لي عملية إن أنا يبقى في إهدار في الحتة دي، يبقى لازم إن أنا أعالجها عن طريق مثلا إن أنا يعني ده بنفهم إن ده برضو بيعمل على توفير أساسا الأسمدة والمواد المستخدمة في الزراعة. بالظبط ده بالظبط، دي من أهم أهداف الزراعة الدقيق أو الزراعة الذكية، ان هي بتوفر الاسمده والمدخلات بتاعه الانتاج بتوفرها تماما يعني، وان انا انهض اتحكم فيها عن بعد كمان، ان انا اشتغل عن بعد عن طريق الموبايل ابلكيشن، يعني ان انا بستخدمها عن طريق الموبايل. بس هي مش فاهم ان هي يعني تدريب بقى المزارع واقناعه باستخدام هذه الـ ما دي النقطه الاساسيه، ان انا لازم يبقى عندي اللي هو هيستخدم المعده او يعني المعده دي اكيد فيها وظائف كثير بالظبط، لازم طبعاً يكون على درايه ايه يعني لما اجي اقول لحضرتك مثلا اول مره واحد هيستخدم الموبايل، يبقى لازم انا اعرفه طب انت هتشتغل عليه ازاي عشان يبقى الافشنسي او الكفاءه بتاعه الاستخدام عاليه، فلازم احنا يبقى في تدريب وظيفه واحده او وظيفتين ويترك بقيه الوظائف. يبقى اذا انا لابد من تدريب المزارعين حتى الشركات الخاصه حتى في مشروع المليون ونص فدان، لان دي اراضي مثلا شباب الخريجين، انا عندي مثلا 150 فدان ممكن عن طريق المساحات الكبيره دي ان هم نبدا نطبق فيها السمارت اجريكلتشر يعني. فدي من المساحات الكبيره احنا من خلال هذا البرنامج بنوصي في اللي هو احنا ما نروحش الصحراء بنفس اسلوب الوادي والدلتا الزراعه بتاعت او بالطريقه التقليديه، خلاص الناس كلها دلوقتي بيستخدموا التقنيات الحديثه الموفره للانتاج وبتزود لي في الانتاج، موفره للمدخلات اللي في الانتاج لكن توفر في الانتاج بزياده بالظبط، تزود عمليه الانتاج للمحاصيل وتحافظ لي على المحصول. يبقى وبعدين انا دلوقتي بيهمني حاجه، السوق العالمي دلوقتي بيهتم بحاجتين الكوانتيتي الكميه والجوده، فاذا البريسيشن فارمنج برضو انا لما ادي النبات احتياجه السمادي بالظبط والمبيدات بالظبط، انا لما اجي اصدره مش هلاقي مشكله، مش هلاقي شح مثلا نسبه المبيد عاليه مثلا في النبات او في الثمره او نسبه النيتروجين او نسبه العناصر الصغرى، فبالتالي هترجع للشحنه تاني، ولكن ده هينعكس على العمليه التصديريه بتاعتي ان الجوده هتكون عاليه، يعني انا هصدر يبقى انا هفتح مجال للتصدير، وانا اعتقد لا سبيل لنا ان القطاع الزراعه، وانا شايف ان الدوله متجهه ان هو قطاع الزراعه هو حجر الاساس للتنميه في جميع المجالات، ان انا لو نميت القطاع ده لان هو قطاع مهم جدا، وفرت الاكل والشرب للناس هنهض اصدر برضو يعني اصدر بالعملات الصعبه، وسبحان الله ربنا مدينا مناخ يصلح فيه غالبا معظم المحاصيل اللي الناس بتتكالب عليها، مصر هي بتصلح فيها بجميع المحاصيل. انا اعتقد ان هي قطاع الزراعه من اهم القطاعات اللي الدوله مدياله اهتمام شديد لعمليه التنميه، يعني لا. شفنا 500 ألف فدان وشفنا 1.5 مليون فدان ومشروع الصوب، فدي حاجة كويسة جدا يعني احنا نسري هذا الكلام يعني اللي في الانتاج الزراعي وزيادته. طيب. هذا التقرير نتابع مع حضراتكم مشاهدين الكرام ونرجع نختم حلقتنا مع الدكتور عبد العزيز بلال. مركز البحوث الزراعية مؤسسة للفكر والتفكير ودعامة أساسية للتنمية الزراعية في ضوء الاستدامة، وذلك بهدف استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والحشرات والإجهادات البيئية المختلفة. الأصناف بالعكس أحيانا احنا في الأصناف كل الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية يعني متفوقة على الأصناف القديمة. طيب كمية المية اللي بنوفرها دي حضراتكم كمان زي ما بنقول لحضراتكم في اصناف جديده تم تسجيلها هذا العام من القمح، تم تسجيل ثلاث اصناف جداد صنف سخه 95 ومصر 3 ودي اصناف قمح خبز، وصنف ثاني اسمه بني سويف 7 ده صنف ديورم اللي بيستخدم لصناعه المكرونه.
السنه ان شاء الله في الخطه الخمسيه اللي احنا حاطينها طبقا لاستراتيجيه الزراعه المستدامه 2030 ان احنا هنسجل خمس اصناف تانيين خلال الخمس سنوات القادمه من 20 لحد 25. في الارز تم تسجيل الصنف سخا 109 والصنف سخا 108، وهذه الاصناف زي ما قلنا بتتميز بقله احتياجاتها للميه، وعندنا الصنف سخا 107 بيصلح لنهايه الترع. من خلال الابحاث التطبيقيه يقدم المركز توصياته لحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والحيوانية والداجنية ايضا. القسم نجح في ان هو يربي عندنا مجموعة اصناف حوالي خمس اصناف دي بتبقى مربينها لاقل احتياجات مائية، نبرية واحد، نبرية اتنين، نبرية تلاتة، نبرية اربعة، ونبرية خمسة. الاصناف ديت بتبقى اقل احتياجات مائية من باقي الاصناف الموجودة عندنا. ديت طبعا الاصناف ديت بتتميز في جزء منها للتبكير والمحصول العالي بالاضافه الى صفات الجوده بالنسبه للبذور. ويبقى البحث العلمي دائما هو قاطره التنميه الزراعيه المستدامه بالنظر لمساهمته في زياده الانتاجيه وتقويه تنافسيه منتجاتنا الزراعيه في الاسواق الخارجيه. مرة أخرى مشاهدينا الكرام نواصل حوارنا، يمكن احنا في نهاية حلقتنا، ولكن يعني السؤال الأخير سريعا دكتور، هل تعتقد أن الزراعة الذكية سوف يعني تأخذ نصيب في مصر في الفترة القادمة؟ أنا أعتقد يعني من الضرورات يعني، وأنا أعتقد دلوقتي بدأت الناس تلتفت ليها، وبدأوا ان هو في بعض شركات يعني بدون ذكر اسماء يعني بدأوا يستوردوا السنسور دي ويركبوها وبدأوا يشتغلوا في الزراعة الذكية. نعم. وانا اعتقد ان هو يعني زي ما قلت في بداية الحلقة وجود الكورونا وتأثيرها، الزراعة دي بحتاج ان انا اروي في يوم معين، عاوز ارش في يوم معين، انا من خلال الزراعة انا بدل منزل مثلا 30-40 عامل انا ممكن بعامل واحد اقدي العملية بدون تأثير على العمال، فهتفيد لي الزراعة الدقيقة في مثل هذه الظروف، الظروف الطارئة وغير الطارئة، وتزود لي الانتاج. انا في الاخر ايه يهمني؟ انا يهمني زيادة الانتاج، جودة ونوعية، وبالتالي هيزود لي الدخل، فبالتالي انا هصرف 10 جنيه هيجي لي مثلا 15 جنيه، يبقى اذا انا في الحاله دي انا استفدت. واعتقد دي ان الزراعه الذكيه هي السبيل الوحيد، هي المستقبل باذن الله، المستقبل، وخصوصا ان احنا دلوقتي شايفين يعني الدول العربيه، جامعه الدول المنظمه العربيه، منظمه الفاو، افريقيا بداوا يخشوا هذا المجال، فاحنا لابد ان احنا لازم نخش هذا المجال ونكمل فيه على الاقل في المساحات الكبيره والمشاريع العملاقه اللي بتطلقها الدوله حديثا يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور عبد العزيز بلال، استاذ او رئيس شعبه التطبيقات الزراعيه والتربه علوم البحار بالهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا جزيلا. شكرا. بشكر حضراتكم، وتحيات مخرجه البرنامج امل عليوه ورئيس التحرير علي ابو زيدان. شكرا لكم ودمتم في رعايه الله وامنه.